كانت علي يد الرب فأخرجتني بروح الرب ووضعتني في وسط الحقل، وهذا كان ممتلئاً عظاماً بشرية، وأمرتني عليها من حولها كلها، فإذ هي كثيرة جداً على وجه الحقل ويابسة جداً. فقال لي الرب: يا ابن الإنسان، أترى تحيا هذه العظام؟ فقلت: أيها السيد الرب إله الجنود، أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل هذه العظام اليابسة: اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون، وتعلمون إني أنا هو الرب. فتنبأت كما أمرني، فكان صوت عند تنبؤي، وإذا زلزلة حدثت، فتقاربت العظام بعضها لبعضا، ورأيت وإذا العصب قد كساها والجلد بوسط عليها ولم يكن بها روح. فقال لي الرب: تنبأ نحو الروح، تنبأ يا ابن الإنسان وقل للروح: هكذا قال السيد الرب: هلم أيها الروح من رياحك الأربع، وهب في الأموات فيحيوا. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح، وبينما أنا أتنبأ وإذا زلزلة قد حدثت، فقاموا واقفين على أقدامهم، وكانوا جيشا عظيما كثيرا جدا. فقال لي: يا ابن الإنسان، هذه العظام كلها هي بيت إسرائيل، وهم يقولون: قد سحقت عظامنا وهلك رجاؤنا وانقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم يا شعبي، وأجعل فيكم روح الحياة، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل، فتعلمون إني أنا الرب حين أفتح القبور وأصعدكم منها يا شعبي، وآتي بكم إلى أرضكم، فتعلمون إني أنا هو الرب. تكلمت وفعلت، قال السيد الرب. مجدا للثالوث القدوس. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكرنا: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أخطيت حلينا نذكرنا بانستوس يسوع بانسوس أمام روسف كيس تعصيت إيريني با كيتم نفماتي سوار إن شبه موت أن تطفن بريب دثنا ببيوت ووتن بان شو يسوه النوت بان سو تيري سو ووز بخريستوس جي أفريس كبادين يقول فير وين سنين أفرير أم شوب دينير كبتاش يبديد من تنشاري أطا أيونو ساي إن صوفون مارين تي بوسن تي باريرون كم باين ثوا باين أم نوتيرون تي بانو خان ريمي جبي بان تقراتو أوريب شوي سيبان نوتي روسا فيكساستي كريالي صو ابني شوي سيب نوتي بان تقراتو يوتم بيشوس وبنوتو ونسو تيريسو اوز بخريستوس تنشاب موتن توت قطوبني بينم ذبوبني بينم خانحوبني بين جاكريس كباديني قونا كربوي سنيرا كريرون أكشوب تنيرو كاكتياس ويرون أكتير تينا كنتن شاري أطا
يونس لبالك الحمد لله ترضى علينا اسمنا ويعيننا يقبل صلات وتلبى آتك الديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيامة بين البابا البطريرك المعظم الأنباء ودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم إلى أنباء سيودوسيوس ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البار آشر نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافاتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الفسقية ودعك المقدس آدم الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والأقارب وعلى كل قوات العدو كريالي صنك نيوبا نطيعنا تشبيمو سيئو سيما شو انجينك متشنين تنتيهو ايرون او ايو سيئو او سيسرك قريب انخم بن بطري يرشز بباب تودرز بارشيرفز ما تغرف في جنب فاس رونوس نم بم كاجبير لي طرقه اسبن يوتس وابن زي كيوس اباس يوتس يوتس بي ابس كوبوس ما تغرف في جنب اس رونوس اونيان كيوس مي إنينيوت سوابن ذي إكيوس نيمس فيني من مطقر في جنب فسرنو الشيرين إماري إياتي إتشيرون بيئة أنجلو شير غبريل بصوت بن بن فاش النوفي شير نط وبمارترو الشير بتشويق انجي انيو الشير بأسلو فرز بشوي سبقورو جوا أرجيو شير نط وبمارترو مرمينة أشربت شوي جنجي
إن أشري بأصل فورس أغاميوس أنبامنا هي تنبرز في أنت تساوط قاسس قوى أب مريم شوي صاري أمود نانم بكو إبول أنت إن النوبي أسر نوصر أكنم بكيوتنا أغصوص دم ببن بمايس أوب جي أكي أكسوتي أمون نينا حمني الله كعظيم رحمتك ومسك سرة رافاتك تمحي اسم وتغسلني كثيرا من اسمي من خطأ تطار لنا أنا عارف باسمي وخطأ أمامي في كل حين لك وحد أخطأت والشر قدام الصناق لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكيت لأن نهاية نزاب الأزام حبل بي بالخطايا لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غمعة عنك وثوراتك تنضع علي بزوفاك فاطهر تغسلني في وضع أكثر من الثلج اسمعني سرورا وفرحا فتجع عزال متواضعا اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل اسامي قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في عشائك لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزع مني امنحني بجد خلاصك وبروح رئاسه عضدني فاعلم الاسم طرقك والمنافقون اليك يرجعون نجني من الدماء يا الله الى خلاصي فيبتاج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك لأنك لو أصرت الذبيحة لكنت الآن أعطي ولكنك لا تصرب المحرقات فالذبيحة لله روح المنصحك القلب المكسر المتواضع لا يرزله الله انعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تصرف ذبائح العدل قربان ومحرقات حينئذ يقربون على مذابحك لا يقول الليلوية On the on a mom mom on zok sabatere ke ayoke agio never mati kenin نسأل الله ضابط الكل بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك اطلبوا عن أبانا أخواتنا المرضى بكل مرض إن كان في هذا البيت أو في كل موضع لكي المسيح إلهنا ينعم لنا ولهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم عهدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم انزع عنهم وعن كل مرض وكل سقم روح الأمراض اطردوا الذين أبطأوا وتروحين في الأمراض أقمهم وعزيهم والمعذبون من الأرواح النجسة أعتقهم جميعا الذين في السجون والمطابق الذين في النفي والسبي المقود عليهم في عبودية مرة يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين
رجاء من ليس له رجاء معين، من ليس له معين، عزاء صغير القلوب، من الذي إين في العاصف. كل الأنفس متضايقة ومقبوض عليها، أعطي يا رب رحمة، أعطي يا راحة، أعطي يا برود، أعطي يا نعمة، أعطي يا معونة، أعطي يا خلاصا، أعطي يا غفران خطاياها وأثامها. نحن أيضا يا رب أمراض نفوس نشفيها، والتي الأجساد نعافيها. يا طبيب الحقيقي، يا لجل أنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص يا رب ارحم بنتي Yeah.
بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأولى، بركاته على جميع الأمين. من أجل قيامة الأموات الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، يا رب نيح نفوسهم أجمعين. بولس عبد ربنا يسوع المسيح الرسول المدعو المفرز لبشر الله، وأنا أعلمكم يا إخوتي أن الإنجيل الذي بشرتكم به هو الذي قبلتموه، هذا الذي أنتم فيه ثابتون، هذا الذي أيضاً خلصتم من قبله، لأني بالكلام بشرتكم إن كنتم تتمسكون به، وإلا فباطل قد أمنتم. لأني سلمت إليكم أولاً ما قد أخذته، أن المسيح مات عن خطايانا كما في الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث كما في الكتب، وأنه ظهر لكيفا ثم ظهر للإثنى عشر، ومن بعدهم لأكثر من 500 أخ معاً، أكثرهم باقي أحياء إلى الآن، ومنهم من قد رقد، ثم ظهر ليعقوب، ثم تراءى لسائر الرسل، وفي آخر جميعهم أنا الذي مثل السقط ظهر لي أيضاً، وأنا أصغر الرسل كلهم، ولست أهلاً لأن أدعى رسولاً، من أجل أنني اضطهدت كنيسة الله، وبنعمة الله صرت إلى ما أنا عليه، ونعمته التي في لم تكن باطلة، بل قد تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي، فسواء كنت أنا أم أولئك فهكذا نبشر وهكذا أمنتم. وإن كان يكرز المسيح إنه قد قام من بين الأموات، كيف صار قوم بينكم يقولون إنه لا تكون قيامة للأموات؟ فإن لم تكن قيامة للأموات فالمسيح إذن لم يقم، وإن كان المسيح لم يقم فكرزتنا باطلة وباطل أيضا إيمانكم، وسنوجد نحن أيضا شهود زور لله، حيث قد شهدنا على الله إنه قد أقام المسيح وهو لم يقم، إن كان الأموات لا يقومون. فإن كان الأموات لا يقومون فلا يكون المسيح أيضا قد قام، وإن كان المسيح لم يقم فباطل هو إيمانكم، وأنتم بعد تحت خطاياكم. أو لعل الذين رقدوا في المسيح قد هلكوا،
وإن كنا في هذه الحياة فقط نرجو المسيح فنحن أشقى جميع الناس. والآن قد قام المسيح من بين الأموات وصار بكورة الراقدين، وكما إنه بإنسان كان الموت كذلك بإنسان آخر تكون قيامة الأموات، وكما إنه في آدم يموت الجميع كذلك في المسيح أيضا سيحيا الجميع كل واحد في رتبته. فالمسيح هو البكورة، ثم الذين للمسيح عند مجيئه، وبعد ذلك المنتهى متى سلم الملك لله الآب ومتى أبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع عداه تحت قدميه. وآخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. نعمة الله الآب تحل أرواحنا يا أخوة، أمين. Yeah.
حفرو تزدمس أليسوم أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين والرسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بإنجيلك المقدس بطلبة قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب لأن الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجعنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا المصطفى Oh,
مكسوم. Yeah.
في النيقة وصون انت Oh,
Angele,
فيم بإفانجيليون الثواب كاتا يؤنن آجيون تقصاسي كريا نوتين جيم اونش قوم تبشيري اني وليتو طبشيتي ما ببيوت افئيبي امو ني غريتي بيوت رامون ايون اتم بكشيري اريم وبيوت حارب مي بشيري اوهم نبين طبين امو ابن عطام ابدر اوقف هل اسمي يوقف وان اشتينا ابن عطام ابدر اروهنا انسوتين اتين ارجبيري ام ابريتي غالتي بيوتو نوس بني ربوتو ابتانكو امو بيريتي ام بكشيري بيتاب أشايت أنخم مؤو أودي غريب يوت ابنات هابهني أن الله بهم تيب ابتفهم شيرين أنتن أغنبين أريتي ما أن أم بشير ببريتي أنتو أريتي ما أن أم بيوت بتبر تامان يان بشيرين اف ارتيمان انون بكيوت اتاب تامو امين امين تيقوم موس نوتين جيبي تاب سوتي من اصاجي اون تبناتي تاب اوي اون اطفال اون خيني اما ابو ابنائين جيب هب الله ابنو تيب يبولخن ابمو يخون ابون وشتب انجل يونس اوه صاسي تيل بين داود النبي الملك الطاهر بركات على جميعنا طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد سنشبع من خيرات بيتك قدوس هو هيكلك وعجيب بالبر الليلويا اللهم ترف علينا وارحمنا واسمعنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركات على جميعنا أجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم إن الابن لا يقدر أن يفعل شيئا من ذاته وحده إلا أن يرى الآب فاعله لأن الأعمال التي يعملها الآب يعملها الابن أيضا لأن الآب يحب الابن وكل شيء يصنعه يريه إياه ويريه أعمالا أعظم من هذه لكي تتعجبوا أنتم لأنه كما إن الآب يقيم الأموات ويحييهم كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى الحكم كله للابن لكي يكرم كل أحد الابن كما يكرمون الآب من لا يكرم الابن لا يكرم الاب ايضا الذي ارسله
الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى الدينونة بل ينتقل من الموت إلى الحياة الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون لأنه كما إن الآب الحياة في ذاته كذلك أيضا أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته وأعطاه سلطانا أن يحكم لأنه ابن الإنسان لا تتعجب من هذا فأنه ستأتي ساعة حين يسمع كل من في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة والمجد لله دائما Joseph Christo City. Irene Vasi. Donne Mate. دولة الكل وربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصي كل الشعوب وكل القطعان باركهم السلام الذي من السماء تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلام هذا العمر ينعم به علينا إنعاما الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا زيناهم بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء قد أعطيتنا اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فالتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك أيضا فنسأل الله الآن ضابطا كل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر يا رب بطريقنا الآب المكرم رئيس الكهنة البابا المعظم الأنباء تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنباسي ودوسيوس صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنباء تودروس الثاني بابا بطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الأسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين المكرم الأنباسي ودوسيوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين حفظاً احفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنا سلامية مكملين رئاسة الكهنوت المقدسة التي اتمنتم عليها من قبلك إرادتك المقدسة الطوباوية مفصلين كلمة الحق باستقامة راعين شعبك بطهارة وبر وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية انعم عليهم وعلنا بالسلامة والعافية في كل موضع وصلواتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مسبحك الناطق السمائي رائحة بخور وسائر عداهم الذين يرون والذين يرون اسحقهم وأزلهم تحت أرجلهم سريعا
وأما هم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك المقدسة. صلوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا. يا رب اجتماعاتنا بارك، يا رب أن تكون لنا بغير مانع والحق نصنع كمشيتك المقدسة التوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. إذن بها رب علينا عقيدك الآتينا من بعدنا إلى الأبد، تأثم بالتوافق لحم العالم الشيطان وكل قوات الشيس حقهم وذلهم تحت أقدامنا سريعا. الشكوك وفعالية بتهم قد ابتراك بساد بدع أعداء بياتك المقدسة رب من كل الزمان والآن. حل تعظم وعرفهم ضعفهم سريعا، ابتل حسدهم وسعيتهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا. يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء، بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورات أخي توفل. قم أيها الرب الإله ولتفرج جميع أعدائك، يا رب من أمام وجه كل مبغض اسمه القدوس. أما شعبك يا رب فليكن بركة ألوف ألوف ولبوات ربوات يصنعون إلى الكرام والعز والسلطان. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله إله ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من أب نور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، ساوي الآب في الجار الذي كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء فتجسد من الروح القدس ومن أجل العذراء تأنس صلب عنا على عهد بلاطس البنطي، تعلم عقوبه وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموال بصم الأب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر كرامات الأموات وحياة الدار الآتي. أيضا فلنصل الله ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب نفوس عبيدك وأبائنا وأخوتنا الذين رقدوا. ربوعنا بين أخواتنا الذين رقدوا وتنيعوا في الإيمان والمسيح منذ البات، أبائنا القديسين رسل ساقفة بلا ساقفة، أبائنا الخمامسة وأبائنا الخصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان، أباء العلمانيين والنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا وينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا. تفضل يا رب نيح نفوسهم أجمعين في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب
ألهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس الناعم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أكرم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم تخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موتا لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم تاون أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم اغفر لهم. تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم خطاياهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس لو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. ما هم أما هم يا رب الذين خسوا نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السموات، وأما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسيك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. إنا سيئس ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بارستوس إيسوس بين شويس كفالاس مون تكيريو إكلنا آتي أناميان صاكي إيري روس خومين سيميتا فوفو آمين إيري فاسي إتوم نماتي يسو سيد الرب يسوع المسيح ابن حيد وكلمة الله الآب القد تقرب وخاتم قبل آم الشفي المحيا الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين وساتر مكرمين قال اكبر روح قدس من غبرت لهم خطايا وبت لهم سكتم انت يا سيدنا امت الذين يعملون في الكانوت في كنيسة المقدس ان يغفر الخطايا وحيد ويربط كل بات الظلم. نسالك يا سيدنا عن عبيدك ابائي واخواتي وضعفي هؤلاء ونحن منحنين بروسنا من مجدك المقدس، ارزقنا رحمه كنا اخطائنا كرب علم او بغير علم او بالفعل او بالقول أو بسأل نفس أنت خصائص مباشر اللهم إنما علينا مبران خطيئنا، طهرنا حالنا باركنا قومنا برتلك القوة والمجد والبركة والعزم الآن ودامين مين كريا لايسون كريا لايسون كريا سون كنوتين عينا أنسيشون عيرو أريون عيني ما خنت مت أورو كريا لايسون 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 كريا تتيريني وإنان تكيريني سمنان إيريني كان النوبي ناني وال كريا لايسون
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. المسيح الان الحقيقي الذي قبل الالام بارادته وصلب على الصليب من اجلنا يباركنا بكل بركه روحيه ويعين ويكمل لنا الفصح المقدسه ويرينا فرح قيامته المقدسه سنين كثيره واذمنا سالميه بالسؤالات والتلفات التي تصنعن كل حين سيدتنا ملكتنا كلنا والد تلا قديسه الطاهره مريم والثلاثه العظماء المنير الاطهار ميخائيل وغبريال ورافائيل والاربع حمد غير جزدانيين واربع شون قسيس أقول التغمات السماوية وقديس يوحنا المعمدان والماء والأربع وأربعين باتولين غير الدنيسين سادات الآباء رسل الأطهار والسادات في القديسين وقديس ستيفانوس
وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطارق الشهيد القديس جورجيوس والقديس جيرجيوس وعدي توازن القديس أودروس والقديس بيروباتشي مرقس والقديس أبا أمين البيات وقلن وصام الشهداء والكتابين الصديق العظيم الأنبا أنتونيوس البار أنبا بولس ثلاث مقرات قديسين وأبونا أنبا يوحنا وأبونا أنبا بشوى أبونا أنبا بولا التمو حزقيال تين وأبوين روماكسيموس ودوما ديوس وأبونا أنبا موسى قوة 49 شريط شهاد وكل المصاب الباس الصليب والأبرار والصديقين وجميع العذار الحكمات وملاك هذا اليوم المبارك وبركة وآية إلى قديسة الطاهرة مريم وأول الآخر وبركة البصخة المقدسة التي مخلصنا الصالح بركته المقدسة ونعمتهم وقوتهم وهبتهم وحبتهم ومعنتهم تكون معنا جميعا برسوس بنوتي آمين أساسابي يا ملك السلام أعطينا ربي سلام أقر لنا سلامك اغفر خطيئان لك القوة والمجد والبركة والعزة من الآن الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا ولكنا كلنا ربنا يسوع المسيح شركة وعطية وموهبة الروح القدس تكن مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب مع كل شعب المسيح على أن نعود الساعة السادسة ومع روحك أيضا تعيشوا تصلى سيدنا لأنه لم يرسل ابنه إلى العالم